ده البرودكت اللي بيخرج من الستريتش، ده ستريتش وفي راي وفوتوشوب، تمام؟ ده ستريتش وفي راي وفوتوشوب، ستريتش وفي راي وفوتوشوب، ده ستريتش وماتيريال ستريتش بس من غير في راي، تمام؟ ده ستريتش. ده اكستيريور. هو لا بص هقول لك حاجه، في حاجه سكيلها صغير زي دي الاثنين واحد، بس في مشروع تخرج او حاجه اورجانيك 3 دي ماكس اكتر، تمام؟ بس انت لو بقيت متمكن من الموديلين هتطلع نفس الشغل بالظبط، الشغل ده سكتش، تمام؟ ده سكتش وماتيريال سكتش بس، سكتش وماتيريال سكتش بس، ده سكتش من غير ماتيريال، تمام؟ سكتش ومن غير ماتيريال، سكتش وفوتوشوب وفي راي، فوتوشوب حقيقي يعني، تمام؟ ماتيريال سكتش، سكتش وفي راي، شوب، الشوب اساسي لان انت الريندر بساعات بيطلع فيه اخطاء، تلاقي خط اضاءة مش مظبوطة، الالوان الاوضة فاتحة غامقة، تمام؟ دي واخدة على الشوب افكت، سكتش ماتيريال سكتش بس من غير ماتيريال خالص، من غير ماتيريال وشوب كله، تمام؟ تمام. احنا معانا هتلاقي معاك السورس بتاع 13 و8 و7، واللي عايز 14 هياخد. احنا بنشتغل على 13 عشان هو اسهل يعني، اسرع واحد فيهم، ما بيهنكش ما بيعملش لايك معاك وانت شغال خالص، تمام؟ اهم حاجه عندي الحركه في البرنامج، هي دي اللي هتريحك من دلوقتي لحد ما نخلص الكورس. انت لو ما عرفتش ازاي تتحرك ان 3 دي مش هتعرف تشتغل بقيه البرنامج او مش هتعرف تكمل، تمام؟ عندي امرين رئيسيين او اساسيين في الحركه، هاند واوربت. احنا بنشتغل شورت كات على طول، ما بروحش اجيب الامر وادوس عليه، تمام؟ هاند الشورت كات بتاعه اتش، والاوربت كليك على السكرول بتاعت الماوس، تمام؟ ايه بقى لازمتهم او ايه فايدتهم؟ انت اول لما بتفتح بتلاقي الثلاث محاور اللي انت شايفهم دول والراجل ده، تمام؟ سي ان انا عندي مبنى باي كيفيه وعايز اتحرك حواليه، بتحرك حواليه بطريقتين، امر اوربت اللي هو كليك على السكرول لجوه وبلف كده، بلف كده، تمام؟ وامر هاند اللي هو الشورت كات بتاعه اتش، ايه الفرق بين الهاند واوربت؟ اوربت انا بلف حوالين نقطة، يعني انا عندي حاجة ثابتة هنا وانا بلف كده، اتفضل، وانا بلف كده، تمام؟ هاند انا مثبت حاجة قدامي وعمال اتحرك كده، واصلة؟ تاني يعني هاند، بص انا بتحرك ازاي؟ يمين شمال مش اكتر. اوربت انا بلف وبطلع بنزل تحت وبطلع فوق، واصله؟ دي اول حاجه. طيب هو انا لما بفتح البرنامج بلاقي التول دي؟ لا، انا بلاقي بار هنا كده وبس. طيب بعمل ايه اول لما بفتح؟ بخش على فيو تول بارز، هلاقي حاجه عندي اسمها لارج تول سيت، بعمل تشيك عليها وبعدين بعمل كلوز، تمام؟ تاني فيو تول بارز لارج تول سيت، بعمل تشيك عليها، تمام؟ بعدين بعمل كلوز. في مشاكل؟ بيظهر لي المنيو دي، دي اللي فيها معظم التولز اللي انت بتشتغل بيها او الحاجات الاساسيه كلها، اوكي؟ ما جاتلك بالعرض فوق، هنقول ازاي ننزلها دلوقتي. فيو تول بارز لارج تول سيت، هو في حاجه؟ طيب بص انا هقول لكم حاجه، هو انا هسجل لكم فيديوهات، اوكي؟ بس انت لو اعتمدت على كده صدقني مش هتستفاد حاجه، انا يعني 100 مره اكتب ورايا النوتس بس، مش هتحتاج اكتر من كده، 100,000 مره يبقى عندك كورس على الكمبيوتر فيديوهات وما بتفتحوش وما بتبصش عليه،
لو انت فاكر ان هو يبقى ريفرنس ليك ترجع له انسى، ركز واكتب النوتس بس. تمام؟ في مشاكل؟ تمام. طيب الراجل ده ايه لازمته بقى؟ اوكي ماشي، هنقول كل حاجه. الراجل ده ايه لازمته؟ الراجل ده ملوش اي لازمه غير ان هو بيحدد لك السكيل او بيحسسك دي لارج تول سيت. الراجل ده بيحسسك بالسكيل. يعني ايه بيحسسك بالسكيل؟ يعني انا لو عملت كتله كده بالطول ده اكيد دي مش 3 متر. واضحه؟ فاهمين الفكره؟ ايه لازمته؟ ده كل لازمته. عايز تعمله ديليت بتعمل سيلكت عليه وديليت. تمام؟ ركزوا معايا بقى. السكتش برنامج انت بتتحرك فيه في الفراغ. انت نقطه كده في وسط الاوضه كل الاتجاهات عندك متاحه. طيب هو البرنامج بيفهم ايه؟ بيفهم فيسز او بيقرا فيسز. الفيسز دي بتتكون من ايه؟ من عدد معين من الخطوط مقفول. يبقى اقل كام؟ اقل عدد كام لاين؟ 3 صح؟ يبقى انا لو عندي اي عدد من الخطوط وفي الاخر مش مقفول هو مش بيقراه، مش قاري ان ده فيس، يعني مش هتعرف تعمل عليه اي اوبريشن. تمام؟ طيب الفيسز دي شرط عشان هو كمان يقراها انها تبقى في مستوى واحد. يعني ايه؟ عارفين الهندسه الفراغيه. تمام؟ انت عندك كام مستوى؟ 3. هو هنا نفس الموضوع بالظبط. هما 3 و3 صح؟ 3 و3 عكسهم، 3 و3 داش. تمام؟ هو هنا نفس الموضوع بالظبط. هو مش هيقرا الفيس ده غير لما يبقى كل الخطوط اللي فيه على نفس المستوى. تمام؟ يعني انا لو عندي سي ان انا عندي لوح ازاز كده ورسم عليه لاين من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا وديت دي خدت اللاين ده في مستوى تاني. مش هيقفل. واصله؟ تمام. الريد اكسس اللي انتوا شايفينه ده، ده اللي هو الاكس اكسس. تمام؟ الجرين اكسس ده اللي هو الواي. البلو اللي هو الزد. يعني البلو ده اللي بيمثل لي الارتفاع او اللي بيمثل لي 3 دي. تمام؟ تمام. انا بتحرك ازاي؟ اتفقنا ان انا بتحرك باوربت، بكليك على السكرول، وبهاند الشورت كات بتاعها اتش. تمام؟ تمام. اول حاجة عندي في الدرون تول اتفضل. الجرين اكسس اللي هو الواي، اكس واي زد. تمام؟ اول امر عندي لاين الشورت كات بتاعه ال، الشورت كات بتاعه ال. مبدئيا انا ما بروحش على التول بار واعمل كليك على لاين، لا انا بدوس ال. تمام؟ ده السيمبل بتاعها. في مشاكل؟ ألم. طيب برسم ازاي بقى؟ أول حاجة أنا ببقى واقف صح. يعني إيه؟ يعني أنا عايز أرسم على الأرض. يبقى أنا أقلب الكاميرا بتاعتي تبقى كده، تبقى مظبوطة. يعني مثلا لو أنت عايز ترسم على حيطة أكيد القلم بتاعك هيبقى بربنديكولار على الحيطة. صح كده؟ مش هتنام وتعمل كده وترسم كده. نفس الفكرة. الكاميرا اللي انت شايفها دي اللي انت واقف بيها اللي احنا بنعملها من هاند وورك من كل حاجه. تمام؟ في مشاكل؟ طيب امر لاين، بعمل كليك على البوينت دي. شايفين اللاين؟ طيب انا عايزه موازي لمحور الاكس، انا عايز ارسم على نفس الفيس ونفس المستوى عشان يقفل معايا. طيب عايز اكتب الدايمنشن بتاعتي. انت شايفين تحت على اليمين مكتوب لينز. تمام؟ مكتوب 15. طيب انا هكتب مثلا 6 وهدوس انتر. اللاين ده كده 6 متر. اوكي؟ تمام. طب الستة دول مش عاجبني، انا عايزهم 9 مثلا. طالما انا ما خرجتش من الامر، يعني انا لسه على امر لاين، ما رحتش مثلا امر ريكتانجل، امر سيركل، لو كتبت الستة دول خليتهم 8 انتر، اللاين بيزيد. 3 انتر بيزيد. 12 انتر. تمام؟ طب انا خرجت من امر لاين ده ورحت جبت ريكتانجل مثلا.
خلاص ما ينفعش اغير تاني اللاين بتاعي. حتى لو رجعت الامر لاين تاني خلاص هتاخد لاين جديد من البوينت دي. تمام؟ مفيش رجوع اصلا. كنترول زد. اوكي؟ طيب وانا اتاكد ازاي ان الخط ده موازي للجرافيك اكس؟ بس ركزوا معايا، انا هقول لكم كل اللي انتوا نفسكم فيه واللي انتوا بتحلموا بيه واللي بتفكروا فيه واللي هتسالوا عليه. اوكي؟ تمام. تاني لاين يبقى كليك هنا كده. طب ازاي بقى نعرف ان هو موازي للمحور اكس؟ هو لونه محمر اهو يعني اه، يبقى هو كده موازي الاكس. اوكي هكتب الدايمنشن بتاعتي اللي هي 10. تمام. طب انا عايز اعمل لاين موازي للجرين اكسس، هروح هناك كده لحد ما يلقط اللون معايا. تمام. طب مش لاقط وانا مش عارف اجيبه، هعمل اوربت وانا على الامر وانا على لاين، هعمل اوربت كده هعدل نفسي شويه، اوربت على سكرول. تمام. بس الاخضر اهو، هكتب الدايمنشن بتاعتي مثلا 20. مش في قواعد منظور تهريب، هو قضبان القطر مش انت بتشوفها في الاخر منتهيه بنقطه؟ طب هي عمرها بتتقابل؟ نفس الموضوع، ما هو ده متهرب. تمام. تمام موازي للريد اكسس، وهكتب الدايمنشن بتاعي. طب افرض انا مش فاكر الدايمنشن، لو انا جيت وقفت على البوينت دي كده 3 ثواني ورحت هناك كده بيعمل سناب زي الكات. تمام. يبقى اقف هنا 3 ثواني واروح هناك واقفل، قفل فيس صح؟ تمام. طيب لو انا بقى عملت كده ما قفلش فيس ليه بقى؟ عشان في لاينز في مستوى ولاينز تانية في مستوى تاني. تمام. يبقى انا ركز قوي في الموضوع ده، ان انا اللاين بتاعتي وانا شغال ابقى متاكد انها في نفس المستوى، سواء عن طريق ان انا امشي على الاكسس الاساسيه دي او ان انا كل شويه اعدل الاوربت بتاعتي وابص انا ماشي على الارض ولا مش على الارض. تمام كده لاين. طيب ريكتانجل مستطيل الشورت كات بتاعه ار. تمام. طيب انتوا خدتوا بالكم ان انا يعني انا لو راسم ريكتانجل كده وبتحرك باوربت يعني كليك على السكرول وبلف كده وبرجع تاني بلاقي نفسي على نفس الامر. تمام. امر ريكت، امر اوربت وامر هاند، ده الحركه بتاعتك في البرنامج، ده ما بيخرجكش بره الامر، بترجع بتلاقي نفسك على نفس الوضع اللي انت عليه. تمام. تمام. امر ريكتانجل كاتب تحت ايه؟ دايمنشن. تمام. طيب لو انا عايز مثلا ارسم ريكتانجل 12 في 12 هكتب 12 في دي بقى اللي هي حرف الواو بالعربي في الكيبورد اللي هي الكوما، الواو دي واو. اوكي شايفينها؟ كوما ولا واو؟ واو حرف الواو. ما هي حرف الواو. الواو اه وليد تمام. في 12 رسم مربع سكوير. تمام. طب انا عايز اغير ده اخليه 5 في 10 مثلا، طالما ما خرجتش بره الامر، ما جبتش امر لاين، ما جبتش امر سيركل، هكتب على طول 10 و 5. طيب تمام. في مشاكل؟ الامر تمام. 20 في 20 تمام. او ان انا ارسم من غير دايمنشن، بسحب وارسم كليك واسحب وارسم. في مشاكل؟ تمام. سيركل شورت كات بتاعها سي. تمام. هعمل كليك وهرسم كده السيركل بتاعتي من غير دايمنشن، هو كاتب تحت الراديوس يعني نص القطر. اوكي طيب انا هرسم اهو كليك. انتوا شايفين السيركل عامله ازاي؟ مش سموث، مضلعه مكسره، الحواف بتاعتها مكسره. تمام. طيب انا عايز اظبط الحواف دي، في عندي طريقتين، من بره خالص من قبل ما ابدا، اول لما ادوس امر سيركل اللي هو سي
هتلاقي مكتوب عندك تحت سايد 20 تمام. هي بتبقى 24 الديفولت بتاعها 24. اوكي السيركل عشان تبقى سموث تبقى ناعمه السايدز بتاعتها بتبقى من 45 ل 55 45 ل 55 سي مثلا ان انا هغير السايدز دي اخليها 50 انت تمام. انا قبل ما ادوس كليك انا دوست سي وبس وصله تمام ودوست كليك ورسمت السيركل بتاعتي. حد ملاحظ فرق؟ حد ملاحظ فرق؟ طب احنا لو جينا ريزس والثاني معلش والسايد على الجنب اول دلوقتي تاني انا على امر لاين والجاي لامر سيركل. اول حاجه بلاقيها عندي السايد تمام اتفقنا انها بتبقى 24 الديفولت بتاعها. دوست كليك ورسمت الدايره بتاعتي مكسره تمام. طب انا عايز من الاول السايدز دي اخليها 50 تمام. انت نشيل الدايره ازاي ونجيب تمام بقت سموث. عايز تزود زود حط السايد تمام. في مشاكل؟ طيب لو انا بقى رسمت السيركل بتاعتي وعايز اغير السايدز بعد ما رسمت او بعد ما كتبت الراديوس بتاعي هكتب عدد السايدز اللي انا عايزه 20 اس انت. حد ملاحظ فرق؟ اه 50 اس سايدز تمام 12 اس 60 اس. يبقى انا عندي ان انا اختار السايدز بتاعتي من قبل ما اكتب الراديوس بتاعي وبعد ما اكتب الراديوس. من قبل ما اكتب الراديوس انا اول ما بجيب امر سيركل اللي هو سي عشان انت دوستي كليك دوسي سي بس سي وبعدين اكتبي السايدز بتاعتي تمام. الناس اللي بتجرب بس تركز معايا عشان ما تسقطش مني. اوكي تاني السايدز اول حاجه بيجيبها لك قبل ما ادوس كليك. يعني انا وانا سي انا جبت امر سيركل صح اول حاجه بتظهر لي تحت السايدز من غير ما ادوس كليك هغيرها وادوس انتر. بعد كده ادوس كليك بتاعي الراديوس احدده 30 متر مثلا انتر. في مشاكل؟ تمام تمام. طيب نفس الموضوع لو عايز اغير الراديوس بعد ما رسمت الدايره يعني سيركل ورسمت الدايره 50 مش عاجبني الراديوس ده اخليه 30 انتر 12 انتر 90 انتر براحتي تمام. طول ما انا ما خرجتش من الامر انما انا لو رحت الامر لاين خلاص خلص تمام. السايدز بيدل على عدد السكتش هنا بيكون. انت زمان كنا بنقول في ابتدائي الدائره تتكون من عدد لا نهائي من النقاط صح كده والنقاط دي بتكون خطوط صح كده. هو بقى شغال بالخطوط فالدائره مكونه من عدد من الخطوط كل ما بتقل كل ما السموث بتاعها بيزيد بيبقى الخط قد كده انت مش شايفه تمام. الشكل الفرق بين الشكل السداسي والثماني ايه؟ يعني مثلا لو انا خليت السايدز دي ركزوا معايا خليتها 6 خليتها 3 بقى مثلث تمام. خليتها 4 بقى شكل رباعي. خليتها 5 بقى شكل خماسي. خليتها 12 بقى شكل تناشري. خليتها 50 بقت دايره واصله. لا انا ما بنقلش انا اول لما بدوس سي اول حاجه بتظهر لي السايد بحطها بعدين ادوس انتر وادوس كليك يقوم ظاهر لي الريديوس. ما انا كتبت اس بعد الرقم. اوكي في مشاكل؟ في مشاكل؟ تمام. امر ار الشورت كات بتاعه ايه؟ اوكي تمام. الارك بيترسم ازاي؟ ادوس كليك هنا كده وكليك هنا واروح للاتجاه وارسم الارك. مش فيس ليه بقى؟ عشان كده
عشان مش مقفول يبقى اجيب لاين قفل. اول لما بقى جري كده ده معناه ان هو فيس. تمام. طيب الارك ده نفس الموضوع على فكره. يعني لو انا جيت هنا كده وعملت ديليت ايه تمام هلاقي تحت برضو سايز عدد الخطوط المكونه لهذا الارك. تمام. ممكن اغيرها خليها 20 مثلا او 30 لو انا عايز سموث واروح في الاتجاه واكتب. في مشاكل؟ طب وانا لو قللت الارك ده مثلا عملت كده وخليت السايدز 3 حد فاهم حاجه؟ تمام. يبقى هو مش بيتعامل مع شكل هو بيتعامل مع خطوط عدد السايدز المكونه للشكل. اوكي. في مشاكل؟ تمام. البوليمر شكل مضلع عدد السايدز بتاعته بقى شوف انت عايز شكل رباعي يبقى 4. الشورت كات بتاعته مفيش للاسف. تختارها من هنا. تمام. يبقى ريكتانجل ار اللاين ال السيركل سي الارك اي البوليجون من هنا. اوكي. تمام. طب انا لو بعد ما عملته عايز اغير ثانية واحدة. انا اتفقت ان انا مديته 8 و13 و7 تمام او هديكوا السورس بتاعهم يعني. تمام. التلاتة مفيش بينهم اي فرق نفس الشكل ونفس الانترفيس ونفس التولز نفس كل حاجة زي التطور الطبيعي للعربية اللادة نفس الشكل بالظبط مبتتغيرش. تمام. اتفضل يا باشمهندس. هو هقوله حالا. هنكمل دلوقتي الفري هاند. ايه الفري هاند ده؟ اداه ملهاش اي 30 لازمه. شخبطه. تمام. طيب ده بلاجنز. المهم يعني مش وقت دلوقتي. في مشاكل؟ حد عنده مشكله؟ طيب يبقى انا عندي ريكتانجل الشورت كات بتاعته ار وبكتب الدايمنشن ولو عايز اغيرها بغيرها من غير لما اخرج من الامر وعندي لاين بغير الدايمنشن برضو بتاعته وبرسم على الثلاث محاور او الثلاث اتجاهات موازي ليه. تمام. والارك والسيركل والريكتانجل والبوليجون كل ده بيتغير له عدد السايدز بتاعته. تمام. في مشاكل كده؟ طيب انا عايز اعرف لو عملت لما بعمل سلكت وما خرجتش من الامر بيرسم لي مثلا دايره جديده اعمل ايه بقى؟ لا قلت له حاجه محرك عمال تعمل سلكت وتمسك. ايوه ماشي. ايوه يا باشمهندس. ما بيكتبش عندي على السايد في البوليجون. لا مفيش اصلا. عموما. طب اظهر بقى بعد السيشن. لا انت اوربت كليك على السكرول لجوه بتاعت الماوس. تمام؟ في مشاكل؟ طيب هو انا لو عندي ريكتانجل كده وعندي لاين كده مستكون لي مثلا مستطيل كده وعندي سيركل كده وعندي ارك. طبعا انتوا عارفين الارك عامل كده ليه عشان اعمل عدد السايد 3. تمام. وعندي شكل كده وعندي حاجه كده ما علينا. ماشي. طيب انا دلوقتي على امر ارك على امر في هاند. تمام. لو دوست ال هبقى على امر لاين. تمام. لو دوست ار هبقى على ريكتانجل. لو دوست سي هبقى على سيركل. حلو. طب لو انا عايز اخرج بقى من كل ده هدوس سبيس. سبيس شورت كات مش سكيب. سبيس بتطلعك للتول بتاعت سيلكت اللي هو الماوس الاسود ده.
تمام. يبقى انا لو على امر ال او ار او هاند او اي حاجة وعايز اخرج منها سبيس تمام. طيب سبيس ده بعمل بيه ايه بقى؟ او سيلكت ده بسيلكت بيه على ايه؟ لو انا عايز اعمل سيلكت على فيس او على لاين او على اي حاجة. طب انا هعمل سيلكت على فيس ليه؟ عشان اعمل له ديليت مثلا او عشان اعدل عليه. معايا لحد كده؟ تمام. طيب عندي اداة تانية بوش، الشورت كات بتاعها بي، عصيتها لتحت. ايه؟ مش موبايل. ماشي. اوكي؟ في مشاكل؟ مش بي عصايتها لتحت، بي بي عصايتها لتحت تمام؟ بديله اه هي تمام؟ في مشاكل؟ طيب لسه. بي ده الشكل بتاعها تمام؟ بتعمل ايه بقى؟ قبل ما نقول بتعمل ايه، هو انا لو عايز اخلي انا كل الكتل دي انا شغال بيها على الارض صح؟ انا مش 3D لحد دلوقتي صح؟ طب لو انا عايز ارسم 3D طيب، وانا لو جيت ريكتانجل انا ممكن اعمل كذا طريقه. ممكن اجيب لاين كده واعمل على البلو اكسس كده لفوق صح؟ اه وامشي كده وانزل من هنا اقف 3 ثواني فيطلع لي سناب، واقوم اعمل لاين كده واقوم اعمل لاين كده. قفل لي ده فيس صح؟ ليه قفله لي فيس؟ عشان هو على مستوى واحد تمام؟ تمام. ممكن بقى اقوم لافف كده واعمل كده وهكذا بقى ان شاء الله يعني. طب انا عارف والله تمام. ممكن اشتغل كده، ممكن اشتغل بطريقه تانية، اجيب ريكتانجل. طب هو انا ليه مش عارف ارسم ريكتانجل راسي؟ لا عشان انا مش واقف صح. انا لو قلبت الكاميرا لتحت شويه تمام، نفس فكره الرسم على الحيطه او الرسم على ورقه. انت القلم بتاعك بيبقى شبه عمودي على الورقه، يبقى انا الكاميرا بتاعتي ابقى واقف على المستوى اللي انا عايز اعمل سناب ليه تمام. طيب ان شاء الله لما تخلص الست اوجه دول هتكون شليت تمام. اداه اسمها بوش، الشورت كات بتاعها بي. بعمل سيلكت على الفيس او بقف على الفيس واعمل كليك واسحب. عمل ايه؟ عمل الكتله 3 دي تمام. تاني هقف على الفيس لونه دوتد اهو كده، انا مش واقف عليه كده، انا واقف عليه بقى دوتد تمام. واعمل كليك واسحب لفوق تمام. اروح للشكل التاني بوش. طب هو انا هفضل اطلع كام من غير مقاسات؟ لا، لو جيت وقفت هنا وعملت بوش وسحبت كليك وسايب الماوس وادوس على المسافه اللي انا عايزها 20 متر مثلا تمام. طب المسافه دي انا عايز اغيرها، طالما ما خرجتش من الامر هاند اوربت ده انا ما خرجتش من الامر على فكره تمام. 30 انتر، 50 انتر، 10 انتر تمام. لو كان الراجل موجود الراجل ارتفاع كان اكتر. الراجل؟ لا، هو الراجل لو كان موجود كان هيبقى اقصر من كده. الراجل ارتفاعه 1.80 متر تقريبا. سبت كل حاجه في البنايه وكسرت في الراجل؟ اه تمام. بوش. طب انا كده عمال اطلع، افرض انا عايز اقسم الكلام ده لدوار او لسلابات تمام. انا كده عمال اطلع وانزل في دور واحد او في حاجه واحده او في كتله واحده تمام؟ واصلة؟ طيب لو انا عندي كتلة ما كده شايف الثلاثة متر عاملين ازاي؟ عشان الابعاد بتاعتي مش مظبوطة، انا برسم من غير سكيل.
لو انا عندي كتله كده تمام، طب انا عايز اطلع من دي دور تاني او عايز اقسم في النص، اوكي هدوس كنترول بي كنترول يعني بوش، وبعدين بدوس بعدها كنترول هيعمل ايه؟ وادوس كليك واسحب هيقسم، اوكي هكتب الدايمنشن بتاعتي اللي هي 20 مثلا وين؟ كنترول كيبورد بي امر بوش تمام، كنترول بقى في جنبها بلس لا كليك بس تمام، بعد كده اسحب من الفيس ده المسافه اللي انا عايزها 10 مثلا تمام. طيب انا عندي عماره مثلا 6 ادوار، هفضل بقى انا اعمل بي كنترول واسحب واكتب المسافه 10 لا دبل كليك على الفيس وانا دايس كنترول او انا في بلس جنب بوش تمام، دبل كليك حاجه حصلت لا ما مقهاش تاني، دبل كليك بيطلع نفس المسافه القديمه اخر مسافه انا عاملها. طب لو دوست كنترول طلع دور كنترول دبل كليك ليه بقى هنا ما عملش حاجه؟ بصوا يا جماعه انتوا شايفين الفيس ده لونه ايه؟ جري فاتح تمام؟ طب شايفين الفيس ده لونه ايه؟ جري غامق، ايه الفرق بقى؟ لو رسمت ريكتانجل على الارض لو رسمت ريكتانجل على الارض وبصيت له كده من هنا ده الفاتح صح؟ ومن هنا ده الغامق، الغامق هو الوش اللي مواجه الشمس او اللي مواجه السماء، الفاتح ده الضهر، ده برنامج ما بيفهمش تمام. لما انا اجي اعمل بوش كده واقول له بوش لفوق 10 شايفين قلب لي الفاتح بقى هو اللي فوق، فلما ادوس كنترول وادوس دبل كليك طلع لفوق سبحان الله. لو قلبت معاك ونزل لتحت هتعمل ايه بقى؟ هتعمل سيلكت على الفيس وكليك يمين ريفرس فيسز، ريفرس فيسز ايه اللي هيحصل بقى لو عملت بوش وكنترول؟ حد شاف حاجه؟ مفيش حاجه حصلت، هو نزل لتحت واصله. طيب انا بقى لو جيت فتحت المبنى ده دلوقتي وقفت على الفيس ده ريفرس فيسز، لو جيت وقفت على الفيس ده وعملت ديليت عملت سيلكت سبيس يعني دوست سبيس جبت التول بتاعت السيلكت وقفت على الفيس ده وعملت ديليت وقفت على الفيس ده وعملت ديليت وقفت على الفيس ده وعملت ديليت، حد يقدر يقول لي ليه هنا في فيس وهنا في فيس وهنا مفيش فيس؟ عشان في مره من المرات واحنا بنعمل كنترول هو نزل لتحت فطاير الفيس. طب معلش لما بينزل لتحت نعمل ايه تاني؟ تقفي على الفيس كليك يمين ريفرس فيسز تمام؟ في مشاكل؟ عندي اي شيب مستطيل دايره بعمل بوش وبطلع لفوق وبكتب المسافه بتاعتي اللي هي 20 مثلا تمام. طيب عايز اعمل دوبليكيت للمسافه دي فوق يعني ال 20 تتكرر هي هي ويقسم لي ادوار اوكي او يقسم لي خط فاصل، بدوس كنترول دبل كليك دبل كليك، هي كنترول مره واحده بس دبل كليك اللي بكررها ولا كل مره بدوس كنترول؟ بصي انا لو ما لقيتش علامه زائد جنب بوش هدوس كنترول بس، لو موجوده بدوس دبل كليك بس تمام. الاداه اسمها بوش وبول، بوش اللي هو البوش العادي، كنترول بتبقى بول. في مشاكل؟ طيب احنا اتفقنا ان ده لاي حاجه في الدنيا يعني لاي شيب انا رسمته ممكن اعمل له بوش وبول. ممكن اعمل له بوش وبول تمام. في مشاكل لحد كده؟ حد عنده مشكله؟
خمسة مثلا هنا او عشرة شو بخش فيه انه انا مفضل اعمل اللي تحت اوصد ارسل اعمل اللي هي اللي تحت ريفيرس فيس تمام تمام. طيب انا رسمت كتلة 3D زي عايز اشتغل عليها او عايز ارسم عليها افتح شباك اعمل اي حاجة. طيب انا عندي ريكتانجل ار تمام هاجي ارسم من هنا كده ريكتانجل على الفيس ده. طب لو عملت انا دلوقتي سيلكت سبيس ودوست هنا على الفيس ده ده كله بقى حاجة وده بقى حاجة تانية تاني ريكتانجل اهو ورسمت هنا ريكتانجل تمام ودوست سيلكت سبيس اوكي وعملت سيلكت على ده ده بقى فيس وده بقى فيس وده بقى فيس. يعني انا لما عاوز اعمل بوش هعمل اللي ده لوحده وبعدين اروح اعمل سيلكت على الفيس ده واعمل له بوش واروح اعمل سيلكت على الفيس ده واعمل له بوش. واصله تمام. طيب لو انا عندي عمارتين مثلا وعايز العمارة دي تبقى نفس ارتفاع العمارة دي اول حاجة هو انا لو عايز اعمل بوش للفيس ده بصوا كده لو انا عملت كليك هنا وسحبت بيعمل بوش للفيس التاني ليه؟ عشان هو اللي معمول عليه سيلكت يبقى انا اعمل سبيس واعمل سيلكت لده تمام؟ وبعدين اعمل بوش واطلع بيه كده لقدام. طب عايزه نفس الارتفاع ده هروح هناك كده على الفيس ده هيقول لك اون فيس هيعمل سناب ويقول لك اون فيس الاثنين دول نفس الارتفاع تمام يبقى انا بوش حاضر يبقى انا بوش دبل كليك بيطلع اخر ديستانس انا عاملها تمام كنترول ودبل كليك بيطلع اخر ديستانس انا عاملها بس بياخد لاين قطع تمام بوش واعمل سناب على الفيس اللي جنبه كده بيعمل سناب عليه تمام في مشاكل عايز اعمل سناب طب انا ليه ايه اللي حصل ده يا جماعه انا دوست كنترول لا انا اللي سحبته لجوه انا دوست كنترول وانا بعمل بوش يعني انا على بوش وعملت كنترول وسحبت مش لازم اسحب لبره ممكن اسحب لجوه تمام بعد كده يقسمها تمام في مشاكل وبرده لو عايزها بمقاسات يعني انا لو عندي مثلا سي مثلا عندي حاجه 6 في 8 مثلا وعملت بوش 3 متر تمام وعايز اشتغل شبابيك بمقاسات مثلا شباك 22 مثلا تمام واعمل له بوش لجوه عارفين لما بنيجي نشتغل في الشاسيه كده ونعمل تظليل للجنب عشان يبان ان هو ليه عمق مبدئيا يعني اوكي باب بمقاسات برضو ممكن تعمل له ديليت تمام على فكره انت لما بتعمل بوش هو بيطلع الكتله جوه مفرغه اوضه واصله تمام تمام. طيب موضوع السيلكت بقى انا عايز اعمل سيلكت هما ثلاث حاجات طيب انا لو هعمل بوش مثلا 25 او 12 ده برضه فرامل جوه اي جسم يعني كعب او كل المفرغ هقول لك هي هتبقى مفرغه بس مش زي اللي انت فاهمه يعني بص لو انت عندك وول كده مثلا مثلا تمام وانت عايز تفتح فيها شباك مثلا لو ديت عامل الشباك هتبقى مفرغه لا مش هتبقى مفرغه ما هي هتبقى مفرغه بس هيبان لك السمك اللي انت عايزه اللي انت بتدور عليه مش هيبان لك انها مفتوحه انت فاهم قصدي يعني هيبان لك ده ده فيس وده فيس بس جوه بقى هنا ده مفرغ ده اللي هيدخلك جوه بقى تمام في مشاكل تمام. السيلكت عندي ده اهم حاجه يعني انا عندي ازاي اتحرك باوربت وهند دي ناحيه تاني ناحيه اللي هتريحك بعد كده ان انت تعمل سيلكت صح. السيلكت في الاستيتش زيه زي الكاد بالظبط تمام يعني ايه يعني من اليمين للشمال بياخد اي حاجه في طريق اي حاجه هو لمسها او جوه المستطيل بتاع السيلكت اوكي من الشمال لليمين بياخد اللي جوه كله يعني مثلا لو انا جيت من هنا كده وقفت
سبيس انا على سيلكت تمام وعملت من اليمين للشمال بصوا هياخد ايه اي حاجه يلمسها هو لمس الفيس ده ولمس الفيس ده ولمس الفيس ده ولمس اللاين ده فعلم على ده كله تمام طب انا بقى لو عملت سيلكشن من الشمال لليمين على الشباك ده بس هياخد الشباك بس الشباك بالفيس بتاعه بحيث ان انا بعد كده اعرف احرر ده ده هيساعدني في حاجات كتير جدا ان انا لو عندي واجهه مثلا زي دي وعايز اخدها الناحيه الثانيه ان انا اعرف اعمل عليها سيلكت اصلا ان انا اعمل عليها سيلكت صح انا كده مش واقف صح وقفتي هي اللي هتريحني في ان انا اخد السيلكشن يعني انا لو وقفت كده انا واقف صح لا طب لو وقفت كده صح لا لو وقفت كده يبقى الوقفه بتاعتك هي اللي هتريحك وانت بتاخد السيلكشن يا تاخد الفيس بس يا تاخد حاجات معايا بقى واصله من اليمين للشمال بياخد اي حاجه جواه من الشمال لليمين بياخد بس اللي جوه السيلكشن تمام من اليمين للشمال بياخد كل حاجه جوه من الشمال لليمين بياخد اللي جوه السيلكشن بس لا انتوا مش عكس من اليمين مش ده اليمين يا جدعان من اليمين للشمال بياخد كل حاجه جوه تمام من الشمال لليمين بياخد اللي جوه بس في مشاكل تمام طيب اللي احنا خدناه دلوقتي حد عنده افكار هو انا لو عايز ارسم سلم ارسمه ازاي اتفضل مفيش شباك هيبقى معين لسه انا عايزك دلوقتي تشتغل التاسك الاولاني اللي انتوا هتاخدوها تاخدوه من غير دايمنشن بص احنا مش رسامين انت راجل معماري او ديزاينر بتفكر حتى انا لما هديك التاسكات بعد كده هقول لك اعمل شبهها انا مش عايزها هي انت فاهم قصدي ايه اشتغل دلوقتي من غير دايمنشن عايز سكيل مظبوط عايز نسبه مظبوطه تمام بس حد كان عنده سؤال مفيش اي حاجه طيب كنت اقول ايه بقى سلم حد عنده فكره السلم يتعمل ازاي طيب. هنرسم لاينز بقى على شكل سلم هنحط بس اللاين بتاعت على الواجهه اللي انا واقف عليها ممكن اعمل موف بقى الخط مثلا طيب ممكن اعمل نفس الفكره ممكن اعمل كذا ممكن نعمل واحده السلم قايمه ومايله المفروض طيب ثانية واحدة بقى قول كده كذا بنات فوق بعض ماشي قصدك مستطيل على الأرض وهتقسمه وتطلع بوش تمام حد عنده أفكار تانية؟ أيوه نفس الفكرة حد عنده أفكار تالتة؟ هو اللي احنا البوش اللي احنا عملناها دي هستخدمها في كده اللي هو عامل زي ارتفاع السلم نايم على الأرض وخطوط وترفع بيه وعامل الارتفاع بتاعه هطلع منه تقسيمة بص نرسم خط فين بقى قول تاني كده ماشي تمام بص هو انت يعني انت قربت انت كان قصدك حاجه بس طلعت حاجه تانية ماشي ما علينا طيب بصوا يا جماعه التولز هنا سهله جدا وبسيطه بس الفكره انت هتستخدمها ازاي ممكن بكذا طريقه توصل للحاجه اللي انت عايزها سواء سهله او صعبه تمام زي مثلا موضوع السلم ده انا ممكن اعمل كده تمام مالكوش دعوه باللي انا اعمله ده يعني ما علينا يعني. ممكن اعمل كده واعمل بوش تمام بقى سلم صح بس كده لا اوكي انا شغلتي من غير دايمنشن انا بوصل فكره مش اكتر تمام دي طريقه طيب والطريقه الثانيه في واحد تاني ممكن يعمل كده يوم رسم ريكتانجل على الارض وبعدين يوم جاي من هنا رسم ريكتانجل تاني ويعدل الكاميرا كده اهم حاجه تمام او ويوم عامل مثلا بوش صح صح ممكن يعمل ريكتانجل ممكن ب100 طريقه ممكن يشتغلها لاين لاين كل واحد ودماغه صح
طب ما احنا ممكن نعمل حاجه تانية. احنا ممكن نرسم كده مثلا ممكن اعمل الاكسترود بتاع السلم السكشن بمعنى صح. بس هعمل بوش او دي اسهل طريقه واحسن شكل صح. طب ممكن حاجه ثانيه يعني السلالم الخرسانه دي خلاص خلصت ماتت بقى يعني فيلا مثلا او انتيريور ديزاين ما ينفعش. طب ممكن تعمل حاجه ثانيه ممكن تعمل كده مثلا وتاخد دي كوبي ثاني اخدها كوبي تمام ويبقى في حيطه كده طالعه كانتليفر من حيطه تمام. عايز اعمل سيلي جاست ان انت تفكر حرك بس الادوات معاك حاجه بسيطه تمام. في مشاكل أنا تمام. طيب انا دلوقتي عندي شكل او شيب او إليمنت او اي حاجة عايز اعمل للإليمنت ده موف. ركزوا معايا قوي في موف عشان هو جواه تلات حاجات تمام. اول حاجة انا عايز اعمل سيليكشن على الشكل اعمله من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ هي مش فارقة هو كده شكله يعني هو واحد. الكلام ده لو في حاجات وراه عايز تاخد شباك منه تمام. او في طريقه تانية بصوا معايا كده انا لو عملت سيلكت بوان كليك على الفيس ده ايه اللي هيحصل؟ بقى سيلكت تمام. طب دبل كليك عمل سيلكت على الفيس واللاينز المحيطه بيه او الشيب بتاعه تمام. طب تريبل كليك عمل سيلكت على الشكل كله. طيب هو انا مثلا يعني لو انا عندي كتله ما كده وداخله في الكتله دي تمام وجيت اعمل تريبل كليك الله تمام. بس فده ما ينفعش في الحاله دي تمام. ماشي تاني بقى هنقول دلوقتي تريبل كليك انا عملت تمام عملت سيليكشن على الشكل. طيب موف عايز احرك الشكل ده او الشيب ده امر موف الشورت كات بتاعه ام تمام علامه بتاعته ايه. طيب بعلم بقى وانا بحرك منين؟ بحرك من بوينت. انا اختار البوينت انا اول ما بروح لاي كورنر على فكره هو بيعمل سناب لوحده الجرين بوينت دي تمام. هعمل سيلكت كده هدوس وابدا احرك الشكل بتاعي يمين او شمال. الاسهل ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل على المحاور الاساسيه الاحمر الازرق الاخضر تمام. يبقى انا لما عاوز احرك حركه كده. طب انا عايز احركه على الاخضر مش راضي صح؟ مش عارف القطها مش عارف القط الخط الاخضر بس انا بعرف القطها بس انا مش عايز القطها دلوقتي تمام. اعمل ايه بقى؟ اعمل اوربت كده الف كده واقف كده بقت سهله جدا صح؟ طب عايز على الازرق مش عارف اقوم عامل كده جايب نفسي هاند وارجع تاني ادوس موف هلاقي نفسي في نفس المكان وماسك من نفس النقطه. هاند اوربت ما بتخرجكش من الامر تمام لان هي دي اصلا حركتك انت مش عارف تشتغل من غيرها. اوربت لا انما موف انما هاند لازم ترجع تاني تدوس ام تمام. في مشاكل؟ عايز احرك على الازرق كده. طب ليه انا بقول لك كده؟ عشان بعد كده قدام شويه انت دلوقتي الموضوع سهل وممكن تيجي معاك انما في ناس بتبقى طموحه قوي يعني تلاقي عنده مثلا انتيريور كده وهو عنده ايه مثلا برواز مثلا عامل كده ماشي مثلا يعني وعايز بقى هو يقف من هنا ويرمي البرواز ده يلزقه على الحيطه هناك فيقوم عامل سيلكت وموف ويقعد بقى ايام هو كده اصلا هو مش صح يعني انت بص لو انت شايف كده لو انت رحت لفيت هتلاقيه طاير في الهواء لو وقفت هنا مش هتعرف مش هتبص يعني وكده هو اصلا الناحيه الثانيه فالمحاولات المميته دي بلاش. طب اهو هو هنا اهو هقف بالكاميرا بتاعتي صح واقف كده واحركه على الاخضر بمنتهى البساطه والسهوله لحد ما يجي هنا واقوم مقرب منه ومنزله لتحت كده على الازرق واقوم عادل الكاميرا بتاعتي كده واقوم جايبه لازقه على الحيطه
بسيط تمام. يبقى الموف بتاعي احاول اخليه على الاكسس الاساسيه بتاعتي. طب ما انا اكيد هستخدم بقى الاكسس الثانيه. انا لو عايز احرك ده اولا هو مش صح، لو جبته كده اهو. طب انا عايز انزله بميل اكيد هستخدم الاكسس الثانيه، بس ما ابقاش واقف في اخر الاوضه وعمال احذفه هناك. تمام، في مشاكل؟ طيب الموف تاني، عندي ريكتانجل مثلا كده 3. انتوا عارفين ان احنا مش شايفين حاجه ليه؟ عشان احنا شغالين سكيل كبير جدا، دايمنشن بايظه، شغالين 23 متر و80 متر و90 متر. طب هو صغير، وانا عايز اغير مثلا اللينكس بتاعتي. تمام. طيب عايز اروح انا بقى للمكان ده، ممكن اروح بطريقتين. ان انا اقعد اعمل بالسكرول كده زوم زي تمام لحد ما اوصل. تمام. طب افرض بقى انت تهت وحالتك صعبه ومش لاقي نفسك وعمال تتشقلب في الجو ومش شايف اي حاجه، شيفت زد زوم اكستنس. تمام. طيب شيفت زد، شيفت زد الشورت كات بتاعها او المكان بتاعها يعني. شيفت زد زوم اكستنس. تمام تمام. هرسم ريكتانجل مثلا 6 في 6 او ليه. وهعمل له موف، هجيبه هنا كده. طيب احنا اتفقنا ان موف ام صح؟ طيب هسحب من النقطه دي كده. طب انا عايز احرك له مسافه، اللينس مكتوب تحت 3 متر، عايز احركه 4 متر، هدوس 4 انتر، 6 انتر، مش عاجبني هغير طالما ما خرجتش من الامر، 8 انتر، 2 انتر، سالب 6 انتر، 6 انتر. امر موف ده ايه؟ امر موف. تمام؟ طيب هو ثواني بقى، انا لو عملت موف من هنا كده ومشيت، انا اول حاجه بحددها له الاتجاه قبل ما بدوس اللينس بتاعي. يعني انا عملت بيك من البوينت دي وسحبت في الاتجاه الاحمر او في الاخضر وكتبت له المسافه بتاعتي اللي هي 3 متر او 6 متر او 9 متر او 2 متر. طب هو بيحسب منين لفين؟ النقطه اللي انا اخترتها. هو بيحسب من النقطه دي اوكي، وبيقيس المسافه من النقطه دي لحد النقطه دي هناك. يعني لو انا عملت من هنا كده وقست 6 متر، فهو قاس 6 متر من النقطه دي لما كانت هنا لحد النقطه دي لما بقت هناك، من ضمنهم يعني الضلع ده. واصله؟ في مشاكل؟ يعني هو بيقيس من الحته اللي انا واقفه فيها. بيقيس من، لا مش من الحته اللي انا واقفه فيها، من الحته اللي انا خدت منها الكليك اللي انا عملت بيك منها. يعني موف لو انا سحبت من النقطه دي كده هيقيس لي من هنا. اوكي؟ اه طيب. لو انا عايز بقى احدد في اتجاه ما غير معلومه اهو عادي 12 متر. عايز اعمله على زاويه على اي حاجه، بس انا بقول في الاول هنمشي على المحاور الاساسيه. تمام؟ تمام. كده موف. الشورت كات بتاعه ايه؟ ام. انا ما عنديش امر كوبي هنا في السكتش صريح. هو في امر كوبي بس هنفهم بعد كده هو مساوئ اكتر من عيوب. عادي كلكم هزيتوا راسكم. مساوئ اكتر من عيوبه عادي. المهم مساوئه اكتر من مميزاته. تمام؟ بيشتغل ازاي بقى؟ انا مش عايز ده، انا عايز الكوبي بتاعي انا. هدوس ام كده موف. تمام؟ وهسحب من البوينت دي كده ناحيه اليمين مثلا وهدوس كنترول. سحب منه كوبي. الفكره في ان هو بيسحب كوبي من بوينت انا اللي محددها. معلش تاني. بيسحب كوبي من بوينت انا اللي محددها. ايوه ما انا هقولها تاني. بيسحب كوبي من بوينت انا اللي محددها. دلوقتي لو هعمل مثلا من النقطه الاولانيه خالص من تحت دي. تمام. ايوه ماشي. هاخد مثلا 20، اسم اول نقطه دي ال 20 بتاعتي. هقول لك دلوقتي، بص ام كده موف، كنترول عمل جنبها علامه بلس. تمام. هسحب من البوينت دي كوبي
تمام؟ تمام. اللينس بقى اللي انا عايزه هكتبه مثلا 6 متر. تمام كده؟ انت عايز اعرف هو بيقيس منين لفين صح؟ لو عملت اعمل الرفق قصادها بقى اللي هي بره بقى. انا هقول لك دلوقتي لو قست من هنا لهنا دول ال 6 متر. من اول هنا لحد هنا. من النقطة دي للنقطة اللي زيها هناك اللي انت واخد منها السورس بتاعك. ولو قست من هنا 6 متر هياخد من هنا لهنا 6 متر. واصلة؟ من نقطه بيشدني النقطه مش بيشدني الشكل. لا بيشد الشكل. ما هو ثواني يا جماعه، هو انا مبدئيا انا بعمل موف من نقطه اللي هي دي. لو انا عامل سيليكشن على الشكل كله، انما انا مش هاجم الهواء وادوس ام واسحب من هنا، ده كده هيبوظ الشكل. تمام. ركزوا، انا بعمل سيليكشن على الشكل بتريبل كليك، او من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. تمام. حد عنده مشكلة؟ تاني. ريكتانجل. طب هو اللي يسري على الريكتانجل على فكرة هيسري على اي شكل، يعني اي حاجة 3D برضو عادي جدا، واي حاجة برضو 3D عليها اي حاجة 2D هتمشي عادي جدا. انا عملت سيليكشن على ده كده وام كنترول خدت منه كابل. تمام. طيب في حاجة بقى، انا مثلا سي ان انا عندي المجسم ده ومتعامل سيليكشن عليه، والمدرس المجسم ده انا تعبت على ما ظبطت مكانه وقمت عامل موف وساحب، نسيت ادوس كنترول. تمام. لو دوست دلوقتي كنترول هيرجع السورس مكانه وهياخد منه كابل. واصله؟ طيب على فكره الكابل ده في اي اتجاه، يعني انا ممكن اطلع على الاحمر واعمل كابل، يعني في الاتجاه الاحمر، في الاتجاه الاخضر واعمل كابل. طبعا انت مش هتجيبها، تقوم واقف لها كده تعمل كده. اتعامل مع البرنامج على انه هو غبي، ريحه او ريح نفسك. كل الموضوع ان انا عايزك تقف قدام المستوى اللي انت هتشتغل عليه فلاج كده او شبه فلاج. واصله؟ في مشاكل؟ تمام. يبقى كده كوبي عندي ليها كام استخدام؟ كام؟ موف ليها كام استخدام؟ كابي وموف. تمام. شغال من 10. في مشاكل لحد كده؟ تمام. طيب ليه استخدام ثالث بقى؟ افرض مثلا ان انت عندك حاجه كده ماشي، وعايز تكابي دي كده 50 مره جنبها، اكيد بقى مش هتفضل تعمل كده كي. تمام. حل ايه بقى؟ هتعمل سيليكشن على الشكل. تمام. بعد كده ام كنترول كده كوبي. طيب هو انا بعمل كوبي، انا على فكره بعمل كوبي في مسافه، يعني في تحت دلوقتي لينز. تمام. هعملها 4 متر. هو قاس ال 4 متر منين لفين؟ من الاولانيه هنا للاولانيه هنا. تمام. طيب عارفين علامه الفيل اللي هي النجمه اللي في الارقام فوق، او شيفت 8 رقم 8 في الكيبورد اللي هي دي، شايفينها؟ شايفينها؟ مش شايفينها؟ تمام. في العدد اللي انا عايزه اللي هو 6 مثلا، كبير لك الاليمنت ده 6 مرات على بعد نفس المسافه الاولانيه. اوكي. طب السته دول مش عاجبني، السته دول مش عاجبني، في 9 مش عاجبني، في 2 مش عاجبني، في 4 طالما ما خرجتش من الامر. تاني سلفت، اما انا كده موف. تمام. سحبت من هنا. طب انا عايز اعمل كوبي، هدوس كنترول واحده مش هفضل دايس ومن غير كليك. تمام. هكتب الدايمنشن بتاعتي او اللينس بتاعي 6 مثلا. تمام. في العدد اللي انا عايزه 16. أول حاجة سليب، بعد كده كنترول أعيد المحدد، بس أحط الأبعاد بتاعتي موف ام كنترول كوبي، ام كنترول في عدد، كوبي في عدد. تمام. ام كنترول دايمنشن بعد كده
في مشاكل الموضوع معلش ممكن العدد دي كان تاني ام كنترول كده كابل في المسافه بتاعتي اللي انا هكتبها 5 مثلا 7 تمام في انا بكتب على طول انا ما بدوس ما بروحش اكتب في حته انا بقى احط مش بيت ما هو انت عشان انت هتلاقي النمبر لوك مقفول لا هو النمبر لوك مقفول تمام في العدد اللي انا عايزه 6 انتر مش عاجبني طالما ما خرجتش فيه 4 انتر شفت 8 انا قصدي على في دي لا 8 دي وفي دي تمام 8 النجمه اللي فوق الارقام والنجمه الثانيه شفت 8 اللي فوق الحروف وصلت في مشاكل تمام اكس اي مال حرف اكس مال لا 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 يا اما يا اما عارف علامه الشباك اللي في الموبايل علامه الشباك اللي هي دي بتبقى مرسومه فوق الارقام وفوق حرف رقم 8 في الكيبورد نفسها من فوق تمام واحده من الاثنين اوكي في مشاكل تاني بقى لاين ال ارك اي سيركل سي موف ام ام كنترول كوبي ام كنترول في عدد اري بوش وبول بوش بي بول بي كنترول تمام في مشاكل لحد كده حد عنده اي مشكله اتفضل ازاي افصل الشكلين معلش تاني تفصل الشكلين ماشي طب انا عايز حد بقى يقول لي درجات السلم اللي احنا عملناها من شويه دي تتعمل ازاي دلوقتي احنا قلناها هنعمل بلس كنترول بلس حط الفاليد بتاعنا بعد كده هعمل هدر بايت العدد بتاع تمام اول حاجه بس اهم حاجه ان انا اعمل سيلكشن لللاين اللي انا اعمله كوبي تمام بعد كده ام كنترول واسحب في الاتجاه اللي هو الجرين اكسس واكتب الدايمنشن بتاعتي تمام وبعدين اضرب في العدد على السلم وصله تمام واعمل بوش لكل سلم تمام سواء ان انا بكتب الدايمنشن او ان انا بعملها بالنظر شوف انت عايز تعمل ايه تمام طب هو ليه بس البوش هنا طالع بالسالب لا مش عارف غلط ولا صح يحسب من اخر البوش لا قلناها في الاول اعمل فيسز اللي هي ريفرس فيسز هو ده كده الوش اللي تحت تمام غالبا مش هتقابلكوا كتير بس عشان تبقى عارفها عشان ما تحسش ان يعني في حاجه غلط بتحصل وانت مش عارف ايه انا لو انا لقيت بمعنى سامبل سيلكت قول له اعمل ريفرس فيسز حدد عشان مش هعمله واحده واحده تمام في مشاكل برضه لو حبيت اعمل سلم حضرتك عملته من شويه اللي هو الكابي ده هعمل نفس النظام تمام طيب ركزوا معايا قوي اللي فات ده فيه اي مشكله طيب اللي فات ده اساس حاجات كتير تمام ماشي موف كنترول والابعاد فيها والعدد طيب ام لا بعملها بالزاويه جنب بعض عشان بقول لك ليه بيلزقوا جنب بعض ركزوا معايا بقى كده لو انا عملت كده ام كنترول وعملت كوبي وكتبت المسافه بتاعتي 6 ليه لزقوا جنب بعض عشان الديستنس دي اصلا بتاع 16 مثلا فانت لما حركت 6 جت هنا وصلت تمام تمام عين السلم اللي انت عملته هاني سلم فيهم اللي هو الريكتانجل اللي على الارض لا اللي على الحيطه تمام اول حاجه عشان اعمل ريكتانجل واقف ان انا هظبط الكاميرا بتاعتي ان انا هاجي كده على الزد تمام بيربنديكولار على الزد تمام واقف اعمل ريكتانجل كده مش نافع صح مش عارف مش راضي يلقط معايا اعدل كده شويه اول لما عدلت الكاميرا الدنيا اتظبطت وبقت سهله جدا تمام ارسم الفيس بتاعي واروح اقف عليه واعمل عارف السكشن بتاع السلم هو بالظبط ترسم السكشن
وتعمل سيلكت على الفيس ده وبعدين تعمل بوش. في مشاكل؟ طيب لحد كده حد عنده مشكله؟ طيب احنا من شويه عملنا كده. احنا لو احنا عملنا لايف عايزين بقى نكرره نعمل ام كنترول في عدد. طيب عشان بعد كده احنا دلوقتي شغالين يعني مثلا حد يقول لي الشكل ده في كم فيس؟ كلها 12 تمام؟ لا مش 15 12 تمام؟ 6 و 6؟ 12 6 و 6 و 12 و 12 الواحد اللي جوه يعني ماشي تمام. طيب في كم لاين بقى؟ كتير. طيب البرنامج هو نفس الموضوع بالنسبة له، لو الكتلة دي بالنسبة له حاجة واحدة اخفف في مساحة الفايل واخفف التعامل. انت بعد كده لما نخش في حاجات سكيلها كبير او تفاصيلها كتير هتلاقي فايل سكتش تقيل جدا. انا عايز اعمل مثلا ريكتانجل مثلا، مش هعمله عايز اعمل ريكتانجل على طول. تمام. لان الريكتانجل هو نفس يعني بالنسبه للبرنامج. فاهم؟ لا مش دي، مش دي اللي انا بتكلم فيها. انا بتكلم دلوقتي ان البرنامج انت بتتعامل مع ده على انه فيس وفيس. لما باجي اعمل سيلكت تمام، في حاجه اسمها ميد جروب. بتعمل ايه ميد جروب دي؟ ركزوا معايا. لو انا عندي شيب كده مثلا تمام، وعملت له بوش وعملت سيلكشن عليه وعملت رايت كليك ميد جروب، ميد جروب، ميد جروب. بص بقى انا لما باجي اعمل سيلكت عليه ايه اللي بيحصل؟ بيتعامل معاه كله بكل الفيسز اللي جواه بكل اللاينز اللي جواه لانها حاجه واحده element واحد زي البلوك في الكاد. تمام. طيب انا عايز اشتغل عليه، يعني عايز ارسم على الفيس ده. دبل كليك انت كده جوه الجروب بقى، ده فيس وده فيس وده لاين، شايفين ال تمام. لما عاوز اشتغل هعمل ريكتانجل واطلع. طيب وكده الريكتانجل انا عملته هيبقى في نفس الجروب صح؟ اه جوه نفس الجروب. تمام. طيب عايز اطلع، عايز اشتغل عليه اعمل ايه؟ دبل كليك. تمام. طيب عايز اطلع بره تاني سبيس وبعد كده سبيد. هقول لك بقى دلوقتي ايه فايده الجروب. اول حاجه مثلا انت اللي هتقول لي هو اسهل ولا مش اسهل. تمام. انت كده اصلا بعض الحاجات دي كلها بتسمع مع بعضها نفس الجسم بتقرا طبعا في هو انت في ديزاين فيلل بتلاقي الفيلا يعني هو مش كل مبنى منفصل ولا هي مبنى واحد. يعني صح. تمام. انا بقى بتكلم في ايه دلوقتي؟ اولا لما باجي اعمل سيلكشن الكتله دي كلها اهي حاجه واحده، لما عاوز احركها سهل احركها صح؟ غير لو ده كله مش جروب. تعال اعمل بقى سيلكشن للكتله دي وحركها لي يمين شويه. لو عملت لها سيلكشن خد مني 100 جنيه. لا يمين وشمال ولا شمال ويمين. بعد ما خلص ممكن بس انت تعمل اكسبلود براحتك. تعمل اكسبلود بس ما بنلجألوش تماما. اولا الجروب ده شغل البروفيشنال، انت شغلك كله متقسم، بلاطتك، سقفك، حطك، اي حاجه. حتى لما بننزل موديل من على النت بتلاقي الراجل اللي شغال كل حاجه جروب، كل حاجه جروب، اخف على الفايل واسهل في الشغل. تمام. واسهل ان انا لما عاوز اعمل هو كده مش عامل انترسكت مع ده صح، هو جواه بس مش عامل انترسكت. هنقول بعد كده ازاي نعمل انترسكت مع الشكل ده. فانا لما عاوز اعمل سيلكت على ده لوحده، ولما عاوز اعمل سيلكت على ده لوحده، ولما عاوز اخش على ده واعمل عليه كله سيلكت مش هيعمل سيلكت على اي حاجه بره. انت جوه ده جوه الجروب ده بس، شايف الجزء ده بس. واصله؟ في مش بنعمل الجروب ازاي؟ اي اليمنت عندي ريكتانجل مثلا بوش تريبل كليك عملت سيلكشن عليه كله، رايت كليك ميد جروب. تمام. عايز ارسم جواه. طيب لو انا بقى جيت كده وقمت عامل كده وقمت راسم كده من بره وراسم
حد يقول لي ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ ده لوحده وده لوحده. انا لو جيت عملت موف لده ده حاجه وده حاجه. في ناس بتغلط الغلطه دي، يبقى عامل الواجهه البرو تمام، ويجي يركب الشبابيك او الكومبوننت او اي حاجه يقعد يركبها بره، مركبها بره، هي شكلها انها لازقه في الوجه، بس يجي بعد كده يغير او يعمل ماتيريال او يرندر، دي حاجه ودي حاجه. ينفع تعملهم كلهم جروب بعد كده، ينفع اعمل كذا جروب جوا بعض، بس تصبر مش دلوقتي هقول لك برضه ايه فايدته. تمام، في مشاكل؟ ده عنده مشكله؟ طيب احنا نقول النهارده حته من روتيت وهنكمل المره الجايه. فكروني اول لما نبدا بروتيت. اوكي تمام. الشورت كات بتاع روتيت كيو كيو مكرش عشان الار التاني. تمام كيو تمام تمام. ينفع، بس انا اقول لك حاجه. اولا الكاد الشورت كات بتاعته كتير جدا، ساعات عشان تكتب ريكتانج او تجيب امر ريكتانج بتكتب ار اي سي. هنا انت عندك هو لاين وعدد الاوامر قليل، فهو اللاين او الشورت كات بيبقى حاجه واحده، وينفع تضيف بعد كده شورت كات او تشيل او تغير، بس ما انصحكش بالموضوع ده. تمام. طيب اول حاجه قبل ما اعمل كيو، انا كده بعمل كيو للهواء، فاول حاجه انا بعمل سيليكشن على الشيب. تمام تمام. وبعد كده ادوس كيو، بعدين اعمل من البوينت دي. الفرق بقى ما بين كيو وما بين اي حاجه تانية ايه؟ انتوا المنقله دي خضراء صح؟ لونها اخضر. تفتكر هي هتلف في انهي اتجاه؟ ايه؟ لا مش هتلف في اتجاه الاخضر. المنقله هتلف في الاتجاه الفيس اللي هي نايمه عليه. يعني هي نايمه كده هتلف كده. يعني كده على الاخضر صح؟ المنقله دي اتجاهاتها غير اتجاهات اللايف بتاعها. على حسب اللي انا نايمه عليه. يعني انا هدوس كليك من هنا، دي اول حاجه، وبعدين هاخد ذراع، ذراع الدوران عارفينه. تمام. والف الكتله واصله. هنكملها المره الجايه، مش هقول ازاي اكتب انجل ولا اي حاجه. تمام. طيب عايز الفها انا بقى كده، كده هتلف على انهي اتجاه؟ الدوران اللي على المهد. واصله كده، مالكش دعوه بلونها، المهم هي نايمه على انهي فيس. في اشكال بيبقى مثلا سرير او حاجه فشكلها اورجانيك شويه، فما بتعرفش المنقله بتقعد تتحرك منك، مش عارف تلقط لون، ممكن تعمل روتيت من بره من بعيد من حاجه على الارض ثابته. واصله من اي بوينت؟ دوران حوالين نقطه مش من نقطه. بس دي الهدايف لو عايز مثلا المكان اللي عايز تقريبا مثلا بتبقى حركه واقدم كده عشان اخلي الجسم بتاعي الف مثلا. لا الموضوع بسيط، ما تقلقش، ابسط من كده. كيو كيو تخين. تمام. في مشاكل؟ حد عنده مشكله؟ تمام. طيب عندي حاجه كمان، عندي امر اسمه اوفست، بس اوفست هنا مش زي اوفست بتاع الكاد. اوفست الكاد بيعمل اوفست اللاين صح، هنا ما بيعملش اللاينز. احنا هنا اتفقنا ان احنا بنعمل بيعمل اوفست لفيس. تمام تمام. ازاي بقى؟ لو انا عندي فيس عامل كده مثلا، وفيس عامل كده، فيس عامل كده، وفيس عامل كده، ده فيس وده فيس وده فيس وده فيس. تمام. فوجئت يوم ما ان ده مش فيس، ان هو ما بينورش او ان هو مفتوح، فاعرف ان في صلب ما في خط من الخطوط دي، متفقين عليها صح؟ يعني انا مثلا عملت كده مثلا لاين كده وكده 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 وكده، وانا شايفها ان هي رابطه بس هي مش رابطه، فانت كده هو مش مقفول واصله يعني. تمام تمام. طيب اوفست بقى بيعمل اوفست ليه؟ اوفست الشورت كات بتاعها اف اف. تمام. اول حاجه بعملها ان انا بعمل سيليكشن على الفيس اللي انا عامل له اوفست. تمام. بعدين ادوس اف واسحب، ادوس كليك كده واسحب كده لجوه، بيعمل سيليكشن للفيس كله. تمام. في مشاكل؟ السليكشن ده او الاوفست ده ممكن اعمله بديستنس، يعني انا لو جيت وقفت على الفيس ده وعملت اف وسحبت كده، ممكن اكتب الديستنس تحت، شايفينها؟ ممكن اكتبها مثلا 10. طبعا السكرين انا شغال بيضارب. تمام؟
ممكن لو اعمل نفس الموضوع ممكن مش عامل الموضوع بتاع كوبي اللي هو مثلا كليبتين حدود درجه يعني ممكن تاني مثلا ولا لا تاني قلت تمام اوفست بنفس المسافه ان انا هعمل سيلكت هنا وهدوس اف وهدوس دبل كليك هيعمل لي نفس الاوفست بتاع الديستانس بتاع ده تمام واصله في مشاكل طيب تمام طيب انا خلصت الشكل ده وعايز اطلعه مبدئيا يا جماعه انتوا هتاخدوا النهارده تسكرين تمام لا مش طالعين على الحيطه هتنزلوهم على الجروب بتاع رابع واحد كورسز سكتش اب سكت اب معروف كورسز واكتبوا السبيلنج صح عشان هم كاتبينه يعني كان واحد في ابتدائي تمام هو كله غلط فانت صوره واكتبه زي ما هو كده تمام هتخشوا على الجروب ده وهترفعوا التاسك اللي انتوا هتاخدوه النهارده هنزل بالاسم ده كده على الفيس ان شاء الله سوري انا مشيت ما بعد ما نخلص هنشوف تمام في مشاكل طبعا الورقه هاخدها معاكم المهم عايز اخرج انا بقى الشكل ده كده على انه صوره او جي بي جي عشان ارفعها اوكي عندي حل من الاثنين حل ان انا اعمل برنت سكرين وده حل كلابي يعني محدش يعمله بعد اذنكم تمام الحل الثاني فايل اكسبورت 2 دي جرافيك هتلاقي الاكستنشن بتاع جي بي جي هتختار اسم هتكتب اسم الصوره وتنقي المكان فين وتقول له اكسبورت هتطلع بره على الديسك توب شكله هيهنج الويب هتطلع بره على الديسك توب هتلاقيها بقت صوره تمام طبعا بقى تعمل برنت سكرين فهتلاقي البار بتاعت البرنامج ظاهره وتخش تعمل كروب على البنت تاني فايل اكسبورت 2 دي جرافيك هتلاقي الاكستنشن جي بي جي هتختار النيم والمكان وتعمل لها اكسبورت هتخرج علينا صوره اكسبورت 2 دي جرافيك في مشاكل 2 دي جرافيك بس هي هيظهر لك الويندو دي هتعملي اكسبورت وتتاكد انها جي بي جي بس تمام في مشاكل طيب اهم حاجه بقى احنا ما قلناهاش واللي هي المفروض نبدا بيها يعني بس انا قلت اخدكم كده على وشكم المهم اللي هي سيف يعني ده الطبيعي ان انت اول لما بتبدا الفايل بتعمل له سيف في اي مكان عشان الفايل هيقفل منك وانت شغال لو ما عملتش سيف الفايل احنا دلوقتي شغالين على الهوا حاجات خفيفه كلها اول لما هتبدا تشتغل الفايل هيقفل منك اول لما تخش بنعمل سيف وكل شويه بتعمل سيف كنترول اس اوكي يعني اول لما تفتح البرنامج وهو الراجل لسه واقف كده ما فيش اي حاجه بتعمل كنترول سيف وتسيفه على اي مكان هو انت كل ما انت بتعمل كنترول اس هو بيسيف كل شويه وهو اصلا لوحده بيعمل اوتو سيف كل شويه هتلاقي الاوتو سيف ده بيترمي في الديكومنت هو ماي ديكومنت تمام فدي اهم حاجه برده طيب الناس بقى اللي سالتني على التمبليت مبدئيا السيت اب بتاع البرنامج هو معلش بس انا استاذنك هتلاقي في ستتين قاعدين بره تمام قول لهم بس الحاجات دي احط الحاجات بتاعت اول مره لما قلت لك ببلاش ايوه معلش انتوا هتاخدوا مني النهارده هتاخدوا مني النهارده الفولدر ده جواه ايه بقى؟ جواه البرودكت بتاعت السكتش اللي هي الصور اللي انا وريتها لكم في الاول وجواه السورس بتاع 2013 و8 و7 واللي عايز 14 هبقى اديهوله بعدين وجواه التاسك بتاعكم اللي انتوا هتعملوه تمام؟ لا البلاجنز اللي مش معاه فلاشه لما تخش على الجروب هتلاقي التاسكات نازله هتلاقي في ناس اصلا كانت شغاله ومنزله التاسكات واللي معهوش البرنامج ومعهوش فلاشه يكتب بس بوست كده ويعمل لي اي حاجه وانا هبعتها له انا ازاي ارفعه له تمام في مشاكل ما ينفعش اقول دلوقتي عليها معاك فلاشه لا من اي فلاشه هتيجي حطيها على اللاب على طول تمام هو ده عشان ما عنديش اصلا على الجروب يبقى خلاص يبقى اكيد ثواني بقى السيت اب بتاع البرنامج تمام هتلاقي سكتش اب 2013 والفي ري هتخش جوه شايفين دي هتدوس دبل كليك اتفضل لسه ما قلتش حاجه لا اصل يعني
تمام. هتخش هتلاقي الفايل اللي انا مديهوله جواه التلاته دول، هتلاقي اخر واحد اسمه سيت اب. هتخش جوه سيت اب هتلاقي سكتش اب 2013، خش عليه مفيش غيره، خش عليه. تاني واحد ده هتدوس دبل كليك زيه زي اي برنامج مصري، نيكست 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 للاخر. ما تفكرش لا مفيش اي فرق، في فرق ان 8 رخم وبطيء و7 كويس وابن ناس بس. لا 8 ده ارخم واحد فيه. اولا انت وانت بتعمل سيلكت كده بيقعد يعمل لاج معاك وانت شغال. صح انا اللي خليك في 13 تمام. والمره الجايه هنسطبه مع بعض بس عشان المره دي تمام. سطبنا البرنامج زي ما بنسطب الحمد لله تمام. الكراك بقى بيتاخد ازاي؟ شايفين الفايل ده؟ هتخش جواه لو 3 فايل قبل ما تفتح البرنامج، هتاخدهم كنترول اي وبعدين تاخدهم كوبي وبعدين تروح في السي بروجرام فايل، هتلاقي فولدر اسمه سكتش اب اللي مش هيلاقيه يعني اللي هيخش هنا وما يلاقيهوش ماشي، دي اراده ربنا عادي بتحصل تمام. هيقفل منك بعد شويه. اشتغل بقى قد ايه؟ هو اول مره اشتغل. ايوه بقى ما عادش ساعه عليه، ما هو بيبقى ليه مش عارف كذا ساعه، ثلاث ساعات اه 8 ساعات هيقفل. فانت اعملي بقى الموضوع تمام. اللي هيخش ومش هيلاقيه هنا ما يقفلش الجهاز ويخش ينام، هيرجع ورا هيلاقي بروجرام فايل 86، هيخش جوه هيلاقي فولدر اسمه سكتش اب، هيخش جواه هيلاقي فولدر اسمه سكتش اب 2013، هيخش جواه وهيعمل بيست للثلاث فايلات دول، هيقول له ريبليس ذا فايل من الديستنيشن، يقول له اه. بس الكلام ده قبل ما تسطبه اصلا يعني لا بعد ما تسطبه بس قبل ما تفتحه تمام. هو ما تسطبهوش عشان تلاقيه جوه بالظبط. اقفلوا حطهم، انا عارف راح التجربه رهيبه. بص حط الكراك وخلاص تمام. في مشاكل لسه ما خلصناش. ايه انت اول ما بتفتح السكتش اب بتلاقي شوز تمبليت تمام. احنا بننقي حاجه اسمها انجينيرنج ميتر عشان بالمتر. الناس اللي هتشتغل فرنيتشر هتلاقي في حاجه اسمها انشز تمام. في حاجات تانيه بقى اللي هو اركتكتشر مش عارف ايه الفرق كله ان هو بيعمل لك جو رخيص كده. بص يعني اوفر اوفر ومحدش يعمله. سما زرقاء وارض خضراء تحفه تمام. فانسوا الموضوع ده ومحدش يجربه. انجينيرنج ميتر تمام. في مشاكل؟ طيب حبينا بقى جوه نحط حاجه بالميتر. اه سهله هقول لك عليها المره الجايه. لا المره الجايه هقول تمام. يونت سي لو انت عايز تشتغل بالملي جوه الميتر جوه التمبليت بالميتر ده هقول المره الجايه تمام. لا انجينيرنج ميتر برضه. ما هو انت لو معاك الكراك بتاعه هيبقى موجود عشان انت اللي معاك الكراك. هاتيلي اللاب المره الجايه. حاضر. طيب ده التاسك بتاعنا مبدئيا قبل التاسك بس قبل ما حد كله يفتح بقه ويتفاجئ. اه بص انا اقول لك حاجه. اول حاجه نسيتوني. اول حاجه انا مش هدي يعني انت المفروض تفكر انت معاك التولز. عايز اقول لك ان انت بالسيشن بتاعت النهارده ممكن تعمل اي حاجه في الدنيا، هتعملها بصعوبه وهتعملها اطول تمام، بس هتعمل اي حاجه في الدنيا. اللي جاي بعد كده ده بيسهل عليك ويبسط عليك الدنيا. انما انت انت خدت الاساس الادوات الاساسيه اللي ممكن تعمل بيها كل حاجه. اتفضل بس تصورها حتى لو بورقه وتنزلها يعني. اه يا ريت يعني اللي ما تشوفوا حد فيكم بيكتب ويكون حاطه كده ابن ناس. طيب يعني بصوا انا اقول لكم حاجه، اقول لكم حاجه بجد يعني اديته ل 80 مجموعه قبل كده. بلاش جو الكتاب. اه يعني انت مفروض مهندس صح؟ فاول حاجه انا عايزك بس انا والله مش قصدي حاجه، انا عايزك تقعد تلقط واللي يقع منك تكتبه مش اكتر.
مش هتحتاج اكتر من كده لان انا اعمل لك محاضره ولا ممكن اقعد اركز معاك دلوقتي وخلاص تدخل دماغي جاست ان انت روحت في البيت وبدات وجربت مش هتنسى حاجه بس واللي انت هتيجي تسال فيه عشان نسيته مش هتنساه تاني ده كل اللي مطلوب اللي عايز نوتس ده دايما بيبقى عارف ان هو هيروح في البيت يركن وينام لا هو هنسى ولو ركنت ونمت مش هتستفادوا اي حاجه من غير تطبيق البرنامج مش اي لازمه هيتوقف ان انت كل اللي هتعرف تعمله ان انت هتنزل الكتله وتعمل لها ترفعها بس زي ما الناس كلها شغاله ستيتش في مصر تقريبا وده سبب فشله ان هو يعني مش بنفس شهره الماكس فكره ان اللي بياخده ببساطه حاولوا تشتغلوا اكتر تزودوا وخشوا على الجروب شوفوا شغل الطلبه ناس شغاله برضو كويس جدا تمام ركزوا بقى معايا هو انا مثلا يعني لو عملت موف للفيس ده ايه الفرق ما بينه وما بين بوش وبول البوش وبول بيتحرك في اتجاه واحد وبيحرك الفيس بس الموف انت بتحرك كل حاجه لينكد مع الفيس ده يعني ده وده 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 بيتحرك تمام طب هو انا لو عملت موف لللاين ده بس ايه اللي هيتحرك بالفيس اللي فوق اللي لينكد بيه بس سواء لفوق فيبقى عامل كده سواء لتحت سواء كده سواء كده تمام طب انا بقى لو اتحركت لو خدت موف من البوينت دي ايه اللي هيحصل كوارث ايه اللي بيحصل ده بقى ليه بتبوظ الشكل بيبوظ ليه عشان ده في مستوى ده في مستوى فالبرنامج بيعمل ايه بيحط لك لاين ما بينهم يعني انت مثلا عندك حاجه كده وحاجه كده بيخرج لاين ما بينهم يتقابل عشان يعرف يقراهم يبقى ده في مستوى وده مستوى واضحه فغالبا ما بنعملش موف من بوينت نعمل من لاين او من فيس اوكي تمام ايه بقى الرهابه في كده يعني مش فاهم لا انا مش عايز شجر ومش عايز ستايل ومش عايز اي حاجه انا عايز مودلنج عباره عن كتله فيها شبابيك وبس والاسود ولا ضل هو عامل الدكتور بيشرح حاجات سنجل قوي وبعدين هي دي الفكره ان انت تفكري اصعب شويه والامتحان جه حاجه ثانيه خالص لا ده والله سهل جدا مبدئيا يعني مبدئيا هي الكتله دي ماشي الكتله دي مستطيل تمام وميله هتعمل موف لللاين اللي فوق خلصت تمام كل ده من غير مقاسات انا عايزك سنس عايز عينيك تلقط يعني النسب طب بس انا هقف حاجه عشان في حاجه اشتغلها بالنظر انا عايزك تشتغل بالنظر لا ما تطمين تمام انا عايز اشتغل بالنظر طيب انا عندي الكتله دي هرفعها بنفس الاسلوب طيب الشبابيك المايله دي تفتكروا هنعمل ايه برضه نفس النظام اعملي الباب بسوسته لا معلش هعمل موفمنت بوينت الشبابيك المايله عشان هي الشبكه لا مش موفمنت بوينت خدناها اوفسيت بس اوفسيت ازاي بقى ولا حاجه انا هرسم الفيس واعمل عليه اللاين بتاعتي زي ما عملناها بالظبط يعني انا لو عندي مثلا كتله كده اولا انت شغال من غير مقاسات فانت كل شويه عمال يتعدل وتعمل كده وتشد دي شويه وتقوم جاي عامل هنا لاين تمام وتقوم مثلا طالع بدي شويه ومكبر دي انت حر انت عمال تتحرك في الفراغ تمام موف لده واصله تمام طيب الشبابيك بقى بتاعتي انا ممكن اعمل كده على فكره واحد مايل كده واحد هنا مثلا مستقيم طب ثواني التاسك هو انا عملت الشبابيك بتاعتي من قبل ما اعمل الميل دوت وبعد كده عملت ميل لا ما انت هتعمل اوفست من غير ميل يبقى ما عملتش حاجه لا مش قصدي انا بتكلم على الشبابيك قبلها
ايوه ما انت لو عملت الشبابيك قبلها وجيت حركت لا مش هتتشد معاك فاهم قصدي مش هتميل معاك تمام تمام لو انا بقى جيت عملت من هنا كده واحد مستقيم مثلا وجيت هنا في النص مثلا قمت قاسم ده كده وعامل هنا كده لاين وبعدين اعمل اوفست للفيس ده يا راجل طب ليه بقى الخط مش واصل في خط مش واصل ليه برضو اكيد في خط من دول مش واصل ده برضو مش واصل هو هو الحمد لله يبقى ده اللي مش واصل المهم يعني وصلت الفكرة عشان ما نقعدش نتعب كتير وصلت هتعمل اوفست لده اوفست لده اوفست لده اوفست لده وبعد كده تمسح ده وده 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 هيتبقى لك الشباك تحبوا نعملها مش مشكلة نعمل تمام عندي لاين كده ماشي تمام وعندي لاين كده وعندي لاين كده عزر بقى ولو دوست دبل كليك هيعمل لي نفس الاوفست ولو شلت دول سوري وصلت وصلت بتشيل الخطوط بعمل سيلكت على اللاين وادوس ديليت او في اريزر شايفين الاستيكه مش عارف لونها ايه تمام الشورت كات بتاعها اي تمام وبعد ادوس على اللاين كده انقي بقى و بس يعني سيلكت على اللاين اوكي في مشاكل التاسك ده في مشكله لا في مشكله لا الشبابيك دي اسهل حاجه اهو لا اللي هو اهو ده ده وده ده هتعمل الاليمنت دي بره العمود ده على جنب مجرو تمام وتعمل له موف وتركبه طبعا تراعي ان هو النسبه ان هو يبقى صغير بلكونه يعني. تمام وتركبه وتعمل له ام كنترول في عدد جنب واللي فوق اللي هو جاي نايم ده هتعمل له روتيت وتركبه ام كنترول في اللي جنبه تمام طب ما خدتوش بالكم الباب انت شفت الباب صح تمام اللي هو التفريغ ان انا افرغ كتله ما ان انا عندي ريكتانجل كده وعامل بوش الله وعامل بوش وارسم فيها شيب وعامل بوش لجوه طب انا مش عارف اوصل لقوم فيس تلف انت بقى بالاوربت لحد هنا لحد ما يقول لك اون فيس لحد ما تلاقي اللونين راكبين على بعض الابيض والرمادي فاكرين هيقوم مفرغ تمام وبلاش بقى شغل العناكب وتخش جوه وتعدي والكلام ده تمام في مشاكل حد عنده مشكله في اي حاجه طيب التاسك ده فيه اي مشكله مشاكل هتظهر لو مش ده اوكي مفيش مشكله ايوه في العمود اللي هنعمل انا عمود طب ثواني سؤال ما حدش ساله لي ماشي طب بقول لك ايه بص اديها الانتصار بره ماشي او لنانس يعني اي حد بقى السلاح اللي جاي مايل ده اللي هو اللي فيه الباب واللي فيه الدايره اللي فوق ايوه هتعملوه ازاي بقى؟ لا هتدخله جوه المبنى ازاي؟ هعمل له موف هيعدي بس هبقى بيه هو ممكن جروب هو هيتعمل بره وهتفتح فيه فتحاتك او شبابيكك وتعمل له جروب وتدخله جوه فيها مشاكل؟ بالظبط قبل ما تدخله او تدخله الاول عشان تبقى عارف هو مكانه فين وتظبط الارتفاع ان هو يبقى جاي من هنا بالميل ده وبعدين تشتغل عليه جوه انت شغال جوه الجروب كده كده مفيش حاجه هتضايقك واصله؟ انا ممكن بقى اخلص كل ده ومعاه كل ده واحد في مشاكل؟ طيب اظن مفيش ادفع من كده مش عايز عربيات مش عايز شجر مش عايز اي حاجه مش عايز طريق مش عايز رصيف مش عايز عواميد ايه ما عندهاش ولا ايه؟ ايه؟ هو حلو المبنى اللي هنشتغل بيه
ايوه ماشي ايوه ما هو ده هو ده. المبنيين ولا انا المبنيين ايه مشكلتك؟ مبدئيا هو شبابيك شويه مستطيلات. ثانيا هو انت هتعمل شباك واحد وتكبيره؟ بص احنا ممكن يعني الرسم الهندسي كده كنا بناخد كات في الكليه واحنا صغيرين، كنت تلاقي واحد يقعد يرسم الرسمه كلها واحد ياخد باله ان اليمين ميرور الشمال فيخلص الرسمه في 10 دقايق بالظبط. نفس الموضوع ده ميرور، ده شباك واحد هعمله جروب واكرره، يعني الموضوع كله مش هياخد في ايدك 3 دقايق 5 لو انت بطيء. تمام. طب ثواني، هو انا لو عايز اعمل الشباك يعني سي ان انا رسمت شباك وعملت فيه بوش وبول ومش عارف ايه وظبطت فيه ونفترض يعني مجازا ان ده شباك تمام واعمل له سيلكشن كده، طب انا بدل ما اتعب نفسي ولو هو في حاجه حواليه هتضايقني، لا انا من الاول خالص وهو لسه على الحيطه كده هعمل تريبل كليك وكليك ومجروب واخش جواه اشتغل بقى براحتي، لا في حاجه مضايقاني ولا اي حاجه. وبعد ما اخلص لما عاوز اعمل له موف اسهل حاجه في الدنيا، بدل ما تقعد تعمل عليه سيلكشن هو كده كده اصلا معمول له سيلكشن بوان كليك. واضحه؟ واحرك كده اجيبه هنا واخده ام كنترول هنا واخده ام كنترول هنا نفس المسافه. تمام. في مشاكل؟ حد عنده مشكله؟ التاسكات فيها حاجه؟ طيب هتاخد التاسك بتاع اللي اسمه الغريب اللي مضروب على الحيطه ده وترفعه عليه الشوب، وانا مش راكبها على حد بس صدقوني لو ما جربتش مش هتستفاد اي حاجه. تمام. هم 4 مرات سكتش واتنين في ري، ركز قوي في السكتش عشان تطلع منه معاك موديل ترندره في الفي ري. الجروب هتلاقي عليه التاسك، انزل بس تحت شويه. تمام. في مشاكل؟ هو اصلا الجروب مكتوب كده صح ولا ايه بالظبط؟ اه هو كده صح، ده هو ده. هو انا واحد